بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب الحديث إن شاء الله بإذن الله عن المالتي بلكسر. ببساطة شديدة جدا المالتي بلكسر ده از ريتن از ام يو اكس، هنشوفه بيتكتب بالطريقة ديت ام يو اكس اختصارها ل مالتي بلكسر. في تعريفه it's a combinational circuit that selects binary information from one of many input lines and directs it to one output line. يعني ببساطة شديدة جدا هو عبارة عن داتا سيلكتور بيختار نوع معين واحد بس، بيختار طريقة، بيختار مدخل واحد بس من بين مجموعة من المدخلات ويمررها على output واحد بس. يبقى هو بيكون عنده مجموعة من الانبوتس وبيعلم على واحد بس منها بيختاره وبيسمح بمروره علشان يطلعه على ايه؟ على مخرج واحد وواحد بس. يعني ببساطة شديدة جدا بيقولوا عليه data selector. ده صحيح عبارة عن data selector. يعني ابسط مثال، مثلا لو قلنا ان انا عندي ادي input 2 3 4، اربع انبوتات، وادي عندي مخرج واحد بس، هو بيختار ما بين اللي بيختار انه يسمح بمرور اول واحد او يسمح بمرور تاني واحد او تالت واحد او رابع واحد، تمام كده؟ فده اللي بنسميه ايه؟ ده بنسميه، عشان كده بنسميه داتا سيلكتور. طيب جميل، ازاي بقى هو بيختار؟ هو بيختار يا جماعة باستخدام حاجة اسمها سيلكتور فاريابلز. بيختار باستخدام حاجة اسمها سيلكتور فاريابلز. ايه قصة السيلكتور فاريابلز ديت؟ ببساطة طيب بصوا يا جماعة، انا عندي دات مالتيبلكسر اللي بيسمح انه يختار ده او ده او ده او ده، حاجة اسمها سيلكتور فاريابلز. هم عبارة عن ايه؟ دولت عبارة عن سيلكتورز بيتحطوا مكانهم هنا في الرسمه بتاعته، في الريبرزنتيشن بتاعه، تمام يا جماعه؟ جميل. يبقى انا كده عندي، بيجي عندي نوعين من الانبوتس، صح كده؟ اه. عندي النوع اللي من تحت، ولنفرض ان انا هسمي ده اس 0 واسمي ده اس 1، الاثنين دولت انا هسميهم كنترول انبوتس. دولت كنترول، دول اللي بيحددوا لي يا جماعه اني اختار ده او ده او ده او ده، في حين ان الاربعه دولت يا جماعه بسميهم ايه؟ بسميهم داتا انبوتس. جميل. يبقى انا عندي داتا من اللي بيختارها الاثنين دولت. طيب على اي اساس؟ على اساس قيم دولت، تمام يا جماعه؟ اوكي. اللهم المستعان. جميل. النقطة اللي بعد منها، طيب how can it represent، ازاي بيتمثل؟ ببساطة شديدة يا جماعة، خلينا نقول لو كان عندي دايت اي 0 ولو كان عندي دايت اي 1، وانا هقول كمان شوية العلاقة بين الاثنين، هسمي ده 0 وده المخرج واي، انا هقول ده عبارة عن 2 كروس 1 ام يو اكس. ده عبارة عن تمثيل النوع من انواع الملتبلكسرات، تمام؟ جميل خالص. علشان النقطة اللي فيها الدايرة ديت يا جماعة، نمبر اوف اوت بوت از اولوز 1، المخرجات الاوت بوت بتاع الملتبلكسر دايما بيكون واحد وواحد بس، ايا يكن عدد الانبوتس ايه، ايا يكن عدد الكنترول فاريبلز ديت ايه، المهم الاوت بوت بيكون عبارة عن واحد وواحد بس. جميل. ايه بقى العلاقة اللي بتجمع ما بين ال selector variables دولت اللي انا كنت بتكلم عليهم من شوية وما بين ال inputs؟ ببساطة شديدة جدا عندي العلاقة بتقول لي n بتساوي 2 اس m. جميل. ال n ده عبارة عن ايه؟ number of inputs، عدد ال data inputs. الام ده عباره عن ايه يا جماعه؟ ها دايت نمبر اوف، بالظبط كده يا شباب، سيلكتور لاينز اللي انا لسه كنت من شويه مشاور عليها يا جماعه، تمام؟ اللي هما الاثنين من تحت دولت، ده الاس 0 والاس 1، دولت اسمهم اهو السيلكتور لاينز. دولت عباره عن الايه؟ الداتا انبوتس. يعني ببساطه جدا المعادله اللي بتشغل الاثنين دولت، المعادلة اللي بتشغل الاثنين دولت هي عبارة عن ايه؟ ان ان بتساوي 2 اس ام. يعني لو انا كان عندي
اربع مخ اربع داتا انبوتس، يبقى هيكون عدد السلكتور بتاعي كام؟ هيكون عباره عن ايه، 2 اس 2 عشان يديني الاربعه. تمام يا جماعه. طيب الكلام ده ممكن يوضح شويه لو اتكلمنا عن ايه هما التايبز بتوع المالتيبلكسر، ايه هي الانواع بتاعه المالتيبلكسر. واول نوع هنتكلم عنه اللي هو عباره عن 2 تو 1 ام يو اكس 2 ل 1، ده معناها ايه يا جماعه؟ طيب خلونا نمثله بالمعادله. جميل. الاثنين ديت عباره عن ايه؟ عباره عن 2 اس 1، فبالتالي ديت قيمه مين؟ ديت قيمه الام. ممتاز خالص. يبقى الام بتساوي ايه؟ يبقى كده الام بتساوي 1. يبقى انا عندي في التمثيل بتاع الشكل ده انا اتكلم عنه، انا عندي ام 1 و1 بس، فبالتالي السيلكتور فاريبل اللي من تحت بيكون عباره عن 1 و1 بس. طيب جميل. النوع الثاني عباره عن ايه؟ عباره عن 4 ريز تو 1 موكس، عباره عن 4 ل 1. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن 2 اس 2، والاثنين ديت برضو عباره عن ام، فام بتساوي هنا 2، فبالتالي عدد السيلكتور فاريبلز اللي من تحت بتكون عباره عن ايه؟ بتكون عباره عن 2. يبقى انا عندي اربع مدخلات ومخرج واحد بس واثنين سيلكتور فاريبلز. جميل. ناخد نوع تاني. ممتاز. 8 ريز تو 1 ام يو اكس 2 اس 3، يبقى الام بتساوي كام؟ الام بتساوي 3. يبقى عدد السيلكتور فاريبلز بتاعتك اللي من تحت بيكونوا عباره عن 3، في حين ان عدد مدخلاتك بيكونوا كام؟ عدد مدخلاتك بيكونوا عباره عن 8. ها نكمل. ماشي. 16 ريز تو 1 ام يو اكس، و16 عباره عن 2 اس 4، يبقى ام بتساوي 4. يبقى عدد السيلكتور فاريبلز بتوعك بيكونوا 4، وعدد الانبوتس بتوعك بيكونوا عباره عن 16. ها نكمل. 32 لريز تو 1 ام يو اكس، وده عباره عن ايه؟ 2 اس 5، فبالتالي الام بتوعك بيكون عباره عن 5. فكده انت عندك 5 سيلكتور فاريبلز، وبيكون عندك 32 انبوت. وكده كده الاوتبوت اهو يا جماعه، الاوتبوت دايما بيكون ثابت، الاوتبوت دايما بيكون ثابت في في المالتيبلكسر، الاوتبوت دايما بيكون واحد، علشان احدد السيلكتور فاريبلز اللي انا كنت بتكلم عليهم من شويه، اللي انا قلت يا جماعه دولت هم 2 عشان عندي 4 انبوتس. اهو ده اللي انا كنت بتكلم فيه يا جماعه، بقول اهو انا عندي 2 انبوتس، فبالتالي ده عباره عن واحد، اللي هي كانت عباره عن ايه؟ 2 اس 1، فبالتالي انا عندي واحد بس. عشان كده لما جيت مثلت ده مثلته بايه؟ بسيلكتور فاريبل واحد بس. طيب لو كان، لو انا كنت بقول 4 2 اس 2، فامي بتاعتي 2، عندي 4 انبوتات. طب اهو لو كان انا عندي اي 0 اي 1 اي 2 اي 3، عندي 4 انبوتات، فبالتالي عندي 2 سيلكتور فاريبل، فبسمي ده 4 ريز تو 1 ام يو اكس، بسمي ده 2 ريز تو 1 ام يو اكس. تمام. الله المستعان. جميل. جاهزين كده ان شاء الله باذن الله ان احنا ندخل على الفكره الثانيه، اللي هي هتكون اول نوع من الانواع اللي هنتكلم عنه ان شاء الله باذن الله، بيكون عباره عن الاثنين ريز تو 1 اكس. طيب هنتكلم عنه من ناحيه ثلاث نقط على وجه الخصوص يا جماعه. ايه هم الثلاث نقط دولت؟ اول نقطه بيكون عباره عن الريبريزنتيشن، انا بمثله ازاي. طيب نمثله ازاي؟ ده ببساطه شديده جدا، هنرسمه الرسمه ديت عباره عن بوكس كده، وانا عندي انبوت ادي 2 تو 1، يبقى عندي 1 في الاول، ادي او نقول عندي 2، فعندي 2 انبوتس. تمام. هسمي اول واحد اي 0 واسمي الثاني اي 1. تمام. وعندي اول بوت واحد بس، ونفرض انا اسميه واي، وده هيبقى 2 ريز تو 1 ام يو اكس. وما دام انا عندي 2 انبوتس، ومن العلاقه بتاعي بتقول يا جماعه اني ها بتقول ايه؟ بتقول 2 اس ام، واللي 2 اس 1، يبقى ام بتساوي كام يا جماعه؟ ام بتساوي 1. يبقى انا عندي اوت بوت واحد بس، هسميه اس 0. ده كده الريبريزنتيشن بتاع الموكس اللي اسمه 2 ريز تو 1. طيب جميل. نمثله بجدول حقيقه. طيب اوكي. وبما اني انا عندي اس 1 اللي الكنترول فاريبل بتاعي اهو، انا ماليش دخل بالانبوتس يا جماعه، انا ليا دخل بالكنترول فاريبل يا جماعه، ليا دخل بالكنترول فاريبل، ده اللي بيتحكم في الظهور ده. ده لو كان 0 هيختار الاي 0، ده لو كان 1 هيختار اي 1. فبالتالي انا عندي كام احتمال يا جماعه؟ عندي احتمالين اتنين بس، اما ان هو يبقى احتمالاتي مع الاس 0 ومع الواي، اما ان الاس 0 ده يكون 0، واما ان الاس 0 ده يكون 1. لو كان 0 معناها ان انت واقف على الاي 0. ممتاز. ولو كان الاس 0 ده بواحد، معناها ان انت واقف على الاي 1. تمام. فبالتالي انت بتختار الاي 1. ده اللي انا كنت بقول ان الاس 0 ده اسمه الكنترولر، او الكنترولر فاريبل، عشان كده هو اللي بيتحكم في ظهور انا اسمح بمرور انه قيمه من بين القيم اللي داخله لي في الانبوتس ديت. تمام. اللهم المستعان. جميل خالص. طيب بما ان احنا بقى رسمنا جدول حقيقه، جاهزين ان شاء الله باذن الله عشان نشتغل على الاكسبريشن لوجيك. ومن الاكسبريشن لوجيك يا جماعه هنطلعه معادله واي، هنقول معادله واي بتساوي ايه؟ ها اس
ها اس 0 ديت ب 0، يبقى اس 0 كومبلمنت مضروبه في مين؟ مضروبه في الاي 0 ها زائد ها اس 1 دي مثبته، مثبته مضروبه فين؟ مضروبه في الاي 1. علشان الناس مستغربه تقول لي والله احنا اول مره ناخده الشاكله ديت والكلام ده ممكن يكون غريب علينا. بصوا يا جماعه ببساطه جدا جدا، بص يا معلم، خلي الاس ديت افرض لي ان الاس قيمتها ب 0، جميل؟ اوكي، عوض لي عن الاس ب 0، الواي هتكون عباره عن ايه؟ ها الاس ب 0 او الاس 0 ده ب 0. انا ما عنديش اس، انا ما عنديش ايه كده كده الاس اساسا قيمتها واحده، يعني الاس 0 هنا واس 0. اوكي، انا عندي الاس 0 قيمتها ب 0، يعني القيمه ديت بقت ب 0، وطالما الاس 0 قيمتها ب 0 يبقى الاس 0 كومبلمنت بقت بقيمتها بكام؟ ب 1، يبقى انا المعادله بتاعتي بقت 1 مضروبه في اي 0، واي حاجه مضروبه في الاي 0 تديني كام؟ اي حاجه مضروبه في 1 تديني كام؟ تديني قيمه الاي 0. يعني طالما لو الاس 0 ب 0 يبقى الواي بتساوي قيمه مين؟ الاس الواي بيساوي قيمه الاي 0، يبقى طالما الاس 0 ب 0 الواي بتساوي قيمه الاي 0. ده الكلام اللي انا كنت بقوله عشان نفس مستغربه من شكل المعادله وبتقول ان احنا كنا ما كناش بنعمل كده في المنترمات. لا لا، المعادله صحيحه على نفس الشكل. لو انا كنت عوضت يا جماعه قلت والله الاس 0 ديت بتساوي 1، شكل المعادله بيكون عباره عن ازاي؟ عوض عنها ب 1، يبقى الواي بتساوي ها عوض عن ديت ب 1، يبقى الكومبلمنت بتاعها ها اللي هي ده يعني الاس 0، انا عندي الاس 0 ب 1، يبقى الكومبلمنت بتاعها ب 0، يبقى 0 مضروب في اي حاجه يديني 0 زائد ده 1، 1 مضروب في قيمه الاي 1 يديني كام؟ يبقى الواي بتساوي اي 1. يبقى لما يكون الاس 0 ب 1 الواي بتساوي كام؟ الواي بتساوي قيمه الاي 1، ده اللي بنثبته في جدول الحقيقه. تمام يا جماعه، ممتاز خالص. انا هنوقف الفيديو وان شاء الله باذن الله نتكلمه مع مين؟ مع الاربعه ريز تو 1 موب. طيب يا جماعه مكملين ان شاء الله باذن الله مع الاربعه ريز تو 1 موكس. ده عباره عن ايه؟ طالما في اربعه يبقى ده عدد الانبوتس، واحد ده عدد الاوتبوتس، وانا عرفت بقى المعادله اللي اقدر اطلع بيها مين، اطلع بيها السيلكتور فاريبل اللي هي بتقول عباره عن ايه؟ عن الان بتساوي 2 اس ام، وانا عندي ان قيمتها بكام؟ ب 4، يبقى 4 بتساوي عباره عن 2 اس كام؟ 2 اس 2، يبقى الاثنين ديت قيمه مين؟ ديت قيمه الام، يبقى عدد السيلكتور فاريبلز بتوعي عباره عن كام؟ عباره عن كام؟ عباره عن 2. طيب اوكي، نرسم الشكل ده ازاي؟ نروح راسمين البوكس ديت، تمام؟ عدد الانبوتس بتوعي عبارة عن 1 4، ادي 1 2 3 4، ده اي 0 اي 1 اي 2 اي 3. عدد الام بتوعي عبارة عن 2، ها 1 الثاني هسمي الاول ده اس 0 واسمي الثاني ده اس 1. عدد الاوتس بتوعي عبارة عن كام؟ 1 بس دايما، وده هسميه 4 ريز تو 1 ام يو اكس. ده عباره عن الريبريزنتيشن بتاع 4 ريست 1 ال 4 ريست 1 موكس. اوكي، وبما ان انا عندي سيلكتور فاريبلز بتوعي عباره عن كام؟ عباره عن 2، فاحتمالاتي بتكون عباره عن كام؟ عباره عن 2 اس 2. انا ماليش دخل بالانبوتس يا جماعه، انا ليا دخل بالاثنين دول، دول اللي بيتحكموا لي في اني اختار انا واحد من دول، تمام يا جماعه؟ اوكي، ف يبقى انا هرسم الجدول الحقيقي بتاعي على كام احتمال؟ على 4 احتمالات، 1 2 3 4 احتمالات، ما بين اس 0 ما بين اس 1، ادي اس 0 ما بين اس 1، وامشي الجدول بتاعي عادي خالص، ودي قيمة واي طبعا 0 1 0 1 0 0 1 1، الاثنين ب 0. لو الاثنين ب 0 معناها ايه؟ اهو يا جماعة، ده كان ده لو ده ودات ب 0 ودات ب 0، معناها ان انت واقف فين؟ معناها ان انت واقف على اي 0، ممتاز خالص. طيب لو كان ده 0 وده 1، تمام يا جماعه، يعني ده 0 وده 1، معناها انت واقف على قيمه الاي 1، معناها انت واقف هنا، فبالتالي ده اي 1. والعكس يا جماعه، لو كان ده 1 وده 0 ها معناها ان انت واقف فين؟ معناها انت واقف على اي 2، ده قيمه الاثنين ها، يبقى انت على اي 2. لو الاثنين كانوا واقف عارفين انت واقف على قيمه الاي 3، ده اللي تروث تيبل بتاع مين؟ ده اللي تروث تيبل بتاع ده التروث تيبل بتاع الاربعه الواحد، معناه ان ده طبعا انت فاهم ان ده ام 0 المين ترم الصفر، ده المين ترم الاولاني، ده المين ترم الثاني، ده المين ترم الثالث. طبعا ديت القيم ها، ده 1 1 ده قيمه الثلاثه يا جماعه، اللي هو 1 في 2 اس 0، ده 1 في 2 اس 1، فاهمين؟ اللي هو 1 و2 3، ده قيمه الاثنين، ده قيمه الواحد، ده قيمه الصفر، فاكرين احنا الحاجات ديت؟ اوكي جميل، جاهزين كده ان شاء الله باذن احنا نمثل الاكسبريشن على طول، نمثل الاكسبريشن من الجدول ديت. اوكي، لو حبينا نجيب قيمه واي وانا هكتبها على اكتر من سطر يا جماعه. اوكي، ها معايا الاس 1 ها يا جماعه كومبلمنت، جميل، ها مضروبه فين؟ الاس 0 برضه مالها يا جماعه كومبلمنت، ها مضروبه فين؟ الاي 1. نجمع نجمع مفيش مشاكل، نيجي عند الاس 1 كومبلمنت، كومبلمنت جميل، مضروبه في مين؟ مضروبه في الاس 0 بس مش كومبلمنت، يعني مضروبه في مين؟ مضروبه في الاي 1، جميل. نجمع نجمع معايا مين؟ معايا الاس 1 بس مش كومبلمنت، مع مين المره دي؟ او اسف يا رب، كده مضروبه، معناها الكلام ده فيه
في ها الاس 0 ديت بقى المره دي الكومبلمنت مضروبه فين؟ في الاي 2 زائد ها القيمه الاخيره الاس 1 ها في الاس او الاس 0 ها جميل في الاي 3. تمام يا جماعه؟ اوكي كده انا قدرت نطلع الاكسبريشن بتاع مين؟ بتاع الاربعه لواحد. ممكن هحتاج الاكسبريشن ده كمان شويه بعدين، فديت موضوع برضو مهم انا لان انا هحتاجه وهبني عليه مسائل كمان شويه ان شاء الله باذن الله. على نفس الكيفيه يا جماعه، انت شاكك في ان الامور مش مظبوطه عوض. انا مش هعيد السيناريو دلوقتي مره تانيه، بس ببساطه ممكن نعيده من غير ما نكتب، نقول يا جماعه عوض عن الاس زير عن الاس واحد بزيرو. اوكي هتلاقي ان القيمه ديت طارت معاك والقيمه ديت طارت معاك. جميل، بعدين عوض عن الاس 0 الاس 0 بزيرو. جميل، بما ان انت عوضت عن الاس 1 بزيرو، وهتيجي تعوض بقى عن قيمه الاس 0 بزيرو. طيب كده انت طيرت القيمتين اللي فيهم اس 1، القيمه اللي فيها اس 0 ديت هتطير، هيتبقى معاك من الواي اس 1 كومبلمنت، والاس 1 عباره عن 0 يبقى الكومبلمنت بتاعه كام؟ 1. جميل، واس 0 كومبلمنت الاس 0 عباره عن 0 الكومبلمنت بتاعه يبقى كام؟ يبقى 1. جميل كده، 1 مضروب في 1 مضروب في كام؟ مضروب في اي 0، يبقى 1 في 1 في اي 0 يديني كام؟ يديني اي 0. يبقى انت بتختار قيمه مين؟ يبقى انت بتختار قيمه اي 0. يبقى لما يكون الاس 0 ب0 ولما يكون الاس 1 ب0 يبقى انت بتختار قيمه الاي 0. يبقى الكلام ده صحيح والمعادله ديت منطقيه والمعادله مظبوطه. طيب اوكي، دايركتلي عايزين نتكلموا عن نقطة تانية ممكن تكون عنصر أهمية والله أعلم، إزاي إني أمثل بقى الأربعة ريست واحد موكس يوزنج الاثنين ريست وان موكس، إزاي أمثل المالتيبلكسر اللي هو فيه أربع إنبوتس وأوتبوت واحد بس باستخدام المالتيبلكسر اللي فيه اثنين إنبوتس وأوتبوت واحد بس قبل ما أدخل على المالتيبلكسر اللي جاي. بصوا يا جماعه، انا بمشي بترتيب او بمشي بخطوات معينه. اول حاجه بعملها علشان احول من مالتي بلكسر لمالتي بلكسر تاني، ايا كان نوع المالتي بلكسر اللي انا هحول منه او اللي هحول ليه، بالله يا جماعه نركز في النقطه دي. بنقول بصوا كده، لو انا كنت عايز احول لمالتي بلكسر 2 يبقى بقسم على المالتي بلكسر، بقسم على عدد الانبوتس بتوع المالتي بلكسر اللي انا عايز احول ليه. يعني انا بحول من 16 ل2 هقسم على الاثنين، بحول من 16 ل4 هقسم على الاربعه، بحول من 16 ل8 هقسم على الثمانيه. جميل، اوكي انا عايز احول من 4 ل2، يبقى هعمل ايه؟ بصوا ببساطه، هعمل 4 على 2 هيبقى معايا كام؟ يديني 2، ويتبقى يديني 2. اوكي جميل، هاخد ال2 ديت واروح اقسمها برضو على 2 يديني كام؟ يديني عباره عن 1، لغايه لما اوصل للواحد يا جماعه. اوكي ممتاز خالص، اول ما اوصل عند الواحد، ايوه اول ما اوصل عند الواحد هنا نوقف ونروح عاملين ايه؟ نقول ان عندي اول ناتج كان عباره عن 2 ننزله، وتاني ناتج كان عباره عن 1 ننزله، يديني كام يا جماعه؟ يديني 2 زائد 1 يديني 3. يبقى انا هحتاج كده بسم الله ما شاء الله 3 مالتيبلكسر من نوع مين؟ من نوع 2 ريز تو 1 ام يو اكس. يبقى انا محتاج كام كده؟ محتاج 3 مالتيبلكسرات من نوع 2 على 1. طب جميل، تفصيلهم ازاي؟ هيكون في اول ستيج ده عباره عن ستيج 1، يعني اول ستيج هيكون معايا 2 مالتيبلكسر من نوع 2 ل1، والستيج الثانيه ده ستيج 2 الستيج الثانيه هيكون معايا مالتي بلكسر واحد بس. فاكرين الليفلز؟ الليفل الاول هيكون عندي 2 مالتي بلكسر، الليفل الثاني هيكون عندي مالتي بلكسر واحد بس، يبقى انا محتاج 3 مالتي بلكسر عشان امثل القصه دي. طيب جميل خالص، انا ولنفرض هشتغل زي ما انا اقول، هعمل خطوط الفاصله. ادي هقول والله ده اول ليفل، ده الليفل الاول وده الليفل الثاني لو الناس كانت فاكره القصه بتاعت المالتي ليفلز ديت. وانا عندي في الليفل الاول بنقول كام حاجه في الاستيج الاولاني؟ عندي 2، انا هرسم ادي واحد، ادي اول واحد ها وادي الثاني، وطبعا انا شغال على 2 ريز تو 1 ام يو اكس، 2 ريز تو 1 ام يو اكس، وطالما 2 يبقى عندي سيلكتور فاريبل واحد وعندي 2 انبوت. تمام يا جماعه؟ ممتاز خالص، وعندي مخرج واحد بس طبعا دايما، وعندي مخرج واحد بس. كنا بنقول على الاستيج الثانيه بيكون معايا ايه؟ بيكون معايا 1 مالتي بلكسر. اكسلنت يا شباب، ادي المالتي بلكسر اللي هينزل معايا في الاستيج الثانيه، وده بالنسبه لي برضو عندي ادي اول انبوت وادي ثاني انبوت، وهيكون في الاوت بوت المخرج، وده بيكون عباره عن برضو السيلكتور فاريبل بتاعه، وده برضو 2 ريز تو 1 ام يو اكس. جميل خالص ببساطه. طيب خلونا كده نفتكر يا جماعه، او بلاش نفتكر، خلونا نرجع لورا علشان نشوف جدول حقيقه
بتاع مالتي بليكسر 4 في 1. ها فاكرين يا جماعه بنقول انا عندي اس 0 هو اس 1، ها 0 0 0 1 1 0 1 1 عشان الدنيا الاربعه دولت. ممتاز خالص. انا عندي انا اهو انا ما مشيتش بعيد، نفس الفكره بالظبط يا جماعه. اهو انا عندي اي 0 وعندي اي 1 وعندي اي 2 وعندي اي 3، باجي بس اني احدد يا جماعه، ها احدد فين الاس 0 وفين الاس 1، باجي بس اني احدد الاثنين دولت. طيب انا احدد الاثنين دولت ازاي؟ طيب نركز كده مع بعض بالراحه يا جماعه. ولنفرض انا هسمي ديت، انا هدي لده، خليني اقول انا مش عايز احرج المساله، بس انا هقول انا هسمي ديت يا جماعه اس 0، وده هيكون زيه بالضروره، وده هيكون عباره عن اس 1. لو ده يا جماعه عن عباره عن صفر، ده لازم أن يكون عباره عن صفر لان الاثنين واحد، ده صفر وده صفر. طب ده لما يكون صفر معناها انه مين القيمة اللي احنا مختارينها يا جماعة؟ ها ممتاز، اول قيمة الاي زيرو. طيب جميل، وطالما ده صفر ويبقى ده صفر، يبقى ده مين القيمة اللي احنا مختارينها يا جماعة؟ يبقى ده عبارة عن الاي اتنين. يبقى نطلع من هنا من الطرف ده، لو كان ده صفر يبقى ده هيكون صفر، يبقى القيمة اللي مختارينها هنا اي زيرو، القيمة اللي مختارينها هنا بتكون عبارة عن اي اتنين. ممتاز خالص. طب لو ده يا جماعة كان زيرو، يبقى القيمة اللي مختارينها هنا ايه؟ بتكون برضو القيمة اللي من فوق. اشمعنى يعني؟ زي ما انا قلت هو انا لو كان ده زيرو يبقى انا بختار القيمة اللي من فوق. طب لو كان ده زيرو يبقى انا بختار القيمة اللي من فوق، يبقى انا بختار مين؟ بختار اي زيرو، وبشيل وبسيب الاي اتنين في حين. تمام يا جماعة؟ طب ممتاز. في حين ان لو كان ده واحد بقى، يبقى انا مش هختار، ها يبقى انا مش هختار الاي 2، لا مش هختار الاي 0، لا ده انا هختار مين بقى ساعتها؟ هختار الاي 2. ممتاز خالص. يبقى انا كده معايا لو كان الاس 0 ب 0 ولو كان الاس 1 ب 0، يبقى فين القيمه اللي احنا بنختارها؟ الاي 1. ها الكلام ده صح ولا غلط؟ اه جميل خالص. الاي 0، اسف يا ربي. ها بدليل اني اهو لو كان الاس 0 ب 0 ولو كان الاس 1 ب 0، يبقى انت بتختار قيمه مين؟ بتختار قيمه الاي 0. اه ممتاز. نعيدها مره ثانيه. جميل، اعتبر ان الاس 0 ده، اعتبر ان ده قيمته ب 0 وده قيمته ب 0. ممتاز جميل. اوكي، يبقى ده مين القيمه اللي هنختارها؟ اول قيمه من فوق اللي هي اي 0. جميل. ديت مين القيمه اللي بنختارها؟ اللي هي الاي 2. جميل. اوكي جميل. انا عايز انا ده حطيت ده قيمته ب 0، يبقى كده ده ب 0 وده ب 0. طب ده ب 0، يبقى انا القيمه اللي انا هختارها القيمه اللي من فوق اللي هي عباره عن مين؟ اللي هي بتكون عباره عن الاي 0. طب لو كان ده ب 1 يا جماعه، يبقى القيمه اللي هختارها فين؟ القيمه اللي هختارها بتكون عباره عن اي 2. طيب واي 2 معناها ايه؟ معناها ان ده قيمته ب 0 وده قيمته ب 1، معناها ان الاس 0 ب 0 والاس 1 ب 1، معناها ان الاس 0 الاس 0 ب 0 والاس 1 ب 1، معناها ان انا مختار اي 2. يبقى كلامي صح. يبقى كده انا عرفت اني اشكل المالتي بلكسر اللي هو من نوع 4 ريس 2 1 باستخدام مالتي بلكسر من نوع 2 2 1، من نوع 2 2 1. انا هوقف الفيديو وان شاء الله باذن الله مكملين مع المالتي بلكسر من نوع 8 ريس 2 1. شباب على نفس الكيفيه انا شغال على 8 ريس 2 1 مالتي بلكسر في الريبرزنتيشن. انا مش هيختلف كتير عن الريبرزنتيشن بتاع المالتي بلكسرز الثانيه، باستثناء ان انا عندي 8 انبوتس. ماشي، انا هرسم البوكس بتاعي. جميل، وعندي 8 انبوتس، ادي 1 2 3 4 5 6 7 وخلينا نقول ان ده 8. عندي 8 انبوتس وعندي اوت بوت واحد بس انا اسميه واي. الانبوتس بتاعي بتكون عباره عن من اي 0 انتهاء ب الاي 7. تمام، والمالتي بلكسر ده هيكون عباره عن 8 ريز تو 1 ام يو اكس. باجي لي بيجي ان انا اعمل ايه؟ باجي لي ان اجيب السلكتورز من تحت. السلكتورز اجيبها من علاقه من فين؟ ان بتساوي 2 اس ام، وبما ان ان بتساوي بالنسبه لي دلوقتي 8، وال 8 ديت بتساوي ايه؟ اللي هي بتساوي 2 اس 3، فبالتالي ان الام ده بتساوي 3، فعدد السلكتور فاريبلز بتوعي بيكون عباره عن 3. تمام يا جماعه، فانا بالتالي عندي 3 سلكتور فاريبلز داخلين في قلب المالتي بلكسر ديت. تمام، ونفرض ديت اس 0 واس 1 واس 2 هم دولت عباره عن السيلكتور فاريبلز بتوعي اللي داخلين لقلب المالتي بلكسر ديت. اوكي جميل، وانا كنت متفق معاكم يا جماعه انا ماليش دخل بالانبوت داتا انبوت، انا ليا دخل الجماعه اللي من تحت دول، هم اللي بيختاروا انت مين من دول. فبالتالي لو كان ده 0 0 0 معناها ان انت واقف على مين؟ انت واقف على قيمه الاي 0. ممتاز خلاص، يبقى انت 0 0 0 معناها انت واقف على قيمه الاي 0. ممتاز خلاص، ده معناها ان ده اول من ترم بالنسبه لك. طيب 1 0 0 معناها انت واقف على الاي 1 المن ترم الخاص، اول من ترم او من ترم اللي قيمته 1، معناها انت واقف على اي 1، وهكذا يا جماعه لغايه لما توصل للاي 7. فده اللي احنا او نكمل الجدول. اي 2 دي قيمه الاثنين يا جماعه، الواحد والاثنين
2 ده قيمته بقى I3، ده قيمة الاي 4، ده قيمة الواحد والاربعة اديني اي 5، ده قيمة الاثنين والاربعة اديني اي 6، والثلاث واحد طبعا ده يديني معناها ان انت واقف على مين؟ انت واقف على انت على الاي على الاي 7. تمام اوكي جميل. طبعا احنا انا اظن جاهزين ان احنا نطلعه الاكسبريشن. الله المستعان. جميل ان شاء الله باذن الله مش بنضيع وقت. جاهزين ان احنا نطلعه الاكسبريشن. جميل. من الجدول كالعاده نطلعه الاكسبريشن. اس 2 يا جماعه زيرو، كومبلمنت بتاع زائد مضروبه بقى، ما فيش زائد. اوكي القيم كلها مضروبه في بعض يا جماعه، الزائد بس عشان البوابه الكبيره اللي هي بوابه الاور اللي بتضم الارباع اللي جمع دول كلهم مع بعض. الاس 2 كومبلمنت مع الاس 1 كومبلمنت برضو مع مين يا جماعه؟ مع الاس 0 برضو كومبلمنت مع مين؟ مع قيمه الاي 0. الكلام ده مجموع على مين؟ على برضو اس 2 كومبلمنت ها اس 1 كومبلمنت ها اس 0 مضروبه في قيمه الاي 1 زائد ها الاس 2 المرة دي هي اللي معاها الكومبلمنت مضروبة في الاس 1 من غير كومبلمنت اس 0 كومبلمنت اي 2 ممتاز زائد ها اس 2 كومبلمنت ها اس 1 اس 0 اي 3 زائد ها اس 2 الحمد لله اتشال منها الكومبلمنت مضروبة في اس 1 اس 0 كومبلمنت مضروبة في اي 4 زائد ها اس 2 اس 1 كومبلمنت اس 0 اي 5 زائد اس 2 اس 1 اس 0 كومبلمنت اي 6 زائد اس 2 اس 1 اس 0 اي 7. هو ده الكلام ده عبارة عن الاكسبريشن لوجيك الخاص بمين؟ ده الاكسبريشن لوجيك الخاص بالثمانية الواحد موك موكس المالتيبلكسر دايت. نيجي بعدين على نفس الشكل على نفس الكيفية لو احتاجنا ان احنا نمثله يا جماعة 8 ريز تو 1 مالتيبلكسر يوزنج 2 ريز تو 1 مالتيبلكسر. لو عايز امثل من مالتيبلكسر كبير لمالتيبلكسر صغير كنا بنعمل ايه يا جماعة؟ كنا بنقسم على مالتيبلكسر على قيمة المالتي على عدد الانبوتس بتاع المالتيبلكسر اللي انا عايز احول ليه. اوكي جميل هنعمل ايه يعني؟ هنقسمه 8 على ال2، احنا عايزين نحول من 8 ل2 اديني كام؟ اديني 4. بعدين اقسم ال4 على ال2 اديني كام؟ اديني 2. بعدين اقسم 2 على 2 اديني كام؟ اديني 1. اول ما اوصل ل1 بعمل ستوبنج بقف يا جماعه، بعدين بجمع 4 زائد 2 زائد 1 يديني كام؟ يديني 7. يبقى انا عندي كام؟ يبقى انا كده محتاج 7 2 ريز تو 1 مالتيبلكسر عشان امثل مين؟ عشان امثل مالتيبلكسر واحد بس من نوع 8 ريز تو 1. طبعا احنا عارفين ان ده بيكون عباره عن الستيج الاول، وده بيكون عباره عن الستيج الثاني او الليفل الثاني، وده بيكون عباره عن الستيج التالت او ده بيكون عباره عن الليفل التالت. فاحنا جاهزين ان شاء الله باذن الله. اوكي ماشي معاك. انا هنبتدي نرسم اول ليفل ونبتدي نرسم الليفل التاني، ده اللي هيكون فيه عباره عن 2. فهكتب كده يا جماعه ليفل 1 ذات ليفل 2 او ده الاستيج التاني ذات ليفل 3 او ده الاستيج التالت. طبعا الليفل الاولاني بيكون فيه كام؟ بيكون فيه 4 مالتي بلكسرز من نوع 4 من نوع 2 ريز تو 1. ادي اول واحد تاني واحد تالت واحد رابع واحد. وانا فهمت الفكرة دي واحد ها ها دي اتنين هنا اتنين، كل واحد طبعا من نوع اتنين، وكل واحد هيكون فيه one selector variable only، وكل واحد من دول عبارة عن اتنين raised to one m u x، وكل واحد من دول هيطلع لي one output يا جماعة one output اللي هو هيطلع لي قيمة ال one output. جميل. بعدين على الاستيج التاني يا جماعة بنقول ايه؟ على الاستيج التاني بيكون عبارة عن عندي اتنين، فهروح ارسم اتنين. ادي اول واحد وده عبارة عن تاني واحد، وده عبارة عن اللي سيلكتور فاريبل واحد وده سيلكتور فاريبل واحد. طبعا دولت هيدخلوا على ده والاتنين دولت هيدخلوا على ده، وده هيطلع لي 1 وده هيطلع لي 1. الاستيج التالت بيكون فيه عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن فاريبل، بيكون عبارة عن مالتيبلكسر واحد بس زيهم برضو، هيطلع لي المخرج النهائي واي وفي سيلكتور واحد بس. طبعا كالعاده زي ما انا كنت بقول يا جماعه عدد عباره عن قيمته الاي 0 دوت اي 1 اي 2 3 4 5 6 لغايه لما اوصل لقيمه الاي 7. وعلى نفس الفكره وعلى نفس المشهد يا جماعه بالظبط. انا بس فاكرين المره اللي فاتت لما كنا بنقول يا جماعه القيمه الكبيره بخليها في الاخر؟ يعني ايه؟ يعني ده هيكون عباره عن اس 0 ها
ها وده هيكون زيه اس 0، ده برضه اس 0 ده هيكون عباره عن 0، ده هيكون الاس 1 وده زيه طالما ده على نفس الليفل، ده هيكون بقى عباره عن اس 2. اوكي جميل. بمعنى ايه يا جماعه؟ نجيب الجدول بتاع ال 8 في 1 او احنا لسه فيها اهو، احنا لسه فيها. طيب جميل، خلونا نقول لما يكون الاس 0 ده ب 0 معناه ان انت مختار مين؟ انت مختار اي واحد، امشي معايا. معناه ان انت مختار مين؟ ديت دلوقتي اي 3، انت مختار اي 3، معناه ان ديت اي 4 تمام، ديت اي 5، معناها ان انت مختار دلوقتي هنا اي 5، معناها ان انت 6 0 1 2 يا ربي كده 2 انا اسف 3 4، هنا انت مختار اي 4 5 6 كده انت مختار اي 6. اوكي كل الكلام ده لو كان 0. طب اوكي لو كان ده برضه ب 0 معناها انت مختار مين من دول؟ انت مختار اي 0 من هنا اهو، ده مختار اي 0 من هنا، ومعناها ان انت مختار من دول ايه؟ انت مختار من الاثنين دولت اي 4. طب لو كان ده برضه ب 0 معناها انت مختار مين؟ مختار اي 0. يبقى لو كان ده ب 0 وده ب 0 وده ب 0 انت مختار مين؟ انت مختار اي 0. فدي الفكره يا جماعه، على نفس المشهد بالظبط، لو انت كنت مختار ده ب 0 وده ب 0 الاثنين دول رحت مختار ده ب 1 تمام، يبقى كده معاك السيناريو بيجي 0 0 1، انه القيمه اللي هتختار اي 4. طب نشوف في المشهد كده، ها 0 0 1 القيمه اللي، لو انا كنت بختار 0 0 1 على اس 0 واس 1 و0 واس 2 هو اللي 1، يبقى 0 0 1 اه اللي هي كانت اس 0 واس 1 وسنت في اي 4. بالفعل كلامي صحيح، ده بالنسبه للمالتي بلكسر من نوع 8 تريس تو 1 8 ل 1. مكملين ان شاء الله باذن الله في المالتي بلكسر مع جانب عملي، ما تمشوش يا جماعه. طيب يا جماعة كلامنا دلوقتي عن ازاي اطلع اللوجيكال اكسبريشن من مالتي بلكسر اوريدي مرسوم جاهز. طبعا الكلام ده اسهل، او خلينا نقول ان هو اسهل من اني اعكس العملية، عشان كده احنا ابتدينا بالمشوار ده قبل ما ندخله ازاي نطلع المالتي بلكسر من فين، من الاكسبريشن المكتوب قدام منا، سواء كان مديهولنا من ترمات او ماكس ترمات. طبعا الكلام ده يعتبر محتاج منك حبه تركيز، هو مش صعب ولا حاجه، محتاج منك حبتين تركيز بس مش اكتر، لكن الكلام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده ان شاء الله باذن الله سهل ويسير ومش هياخد من الناس وقت باذن الله، عشان كده احنا مش هنطول عليه في الامثله، هنكتفي بس بمثالين اتنين والفكره ان شاء الله باذن الله تكون واضحه عند الناس. يعني اول مثال مديني هو من الاخر كده عايز يطلع اللوجيكال اكسبريشن، يعني عايز يطلع التعبير المنطقي، المعادله المنطقيه يا جماعه للمالتي بلكسرات ديت، ومديني مالتي بلكسرات، مديني مثالين. طبعا انا هبتدي بالحل على طول، انا اديت الصفحه ديت بس عشان الناس اللي هي هتعيد الفيديو توقفه عشان تحاول تحلها مع نفسها بعدين يعني. طيب ادي اول مثال يا جماعه، انا هقول خطوات حل يعني. اول مثال بصوا، مديني مالتي بلكسر من نوع 4 ريز تو 1 تمام، ومديني اعمل لي اي 0 واي 1 واي 2 واي 3، واعمل لي اي 0 و1 الاثنين دولت مدخلهم لي في فاريبل واحد ومسمي له سي كومبلمنت سي بار، والاثنين اللي من تحت مدخلهم لي في فاريبل واحد ومسميه لي السي المثبته، ومديني الكنترول بتوعي الفاريبل زي اللي هم الايه والبي. انا عشان اطلع اللوجيكال اكسبريشن لازما يا جماعه اطلع جدول حقيقي، فرحت راسم جدول حقيقي، ولاني معايا اي وبي في جدول حقيقي في كام احتمال؟ في 4 احتمالات، لاني عندي 2 متغيرات. اما نيجي داخل بالانبوتس يا جماعه اهو بالله ثاني، انا ليه داخل مين؟ ليه داخل بالكنترول بالاثنين دول تمام؟ طيب انا عشان كده عندي 4 احتمالات، وقلت فاكرين الترو ستيبل بتاع الاربعه ريز تو 1 ها فاكرينه ان شاء الله باذن الله، اي 0 اي 1 اي 2 اي 3، معناها ان انت ديت 0 0 يبقى انت مختار مين؟ مختار اي 0. طيب 0 و1 انت مختار مين؟ مختار اي 1. طيب 1 و0 انت مختار مين؟ مختار اي 2. طيب 1 و1 انت مختار مين؟ انت مختار اي 3. عشان كده كنا بنقول الكلام ده ممتاز. فاكرين بقى لما كنا نطلع اللوجيكال اكسبريشن من القصه ديت ازاي؟ فاكرين من جدول حقيقه كنا بنطلع اللوجيكال اكسبريشن عادي جدا، كنا نقول ايه يا جماعه؟ ايه كومبلمنت اهي ها مضروبه في مين؟ في بي كومبلمنت ولا ايه؟ في بي كومبلمنت. مضروبه في مين يا جماعه؟ مضروبه في الاي 0. جميل خلاص، نجمع عليها مين؟ ها الاي كومبلمنت. كومبلمنت مع مين؟ مع البي كومبلمنت. لا مثبته. مضروبه في مين يا جماعه؟ مضروبه في الاي 1. ممتاز خالص، نجمع عليها مين؟ الاي المثبته. ها زائد مضروبه في مين؟ مضروبه في البي المنفيه. ها مضروبه في مين؟ في الاي 2. ها جميل خالص، نجمع عليها مين؟ الاي المثبته مع البي المثبته
مع مين؟ مع الاي 3. ممتاز خالص. الغريب بقى في القصه ان هو مدي لك، بيقول لك يا باشا عوض عن اي 0 بسي كومبلمنت، عوض عن اي 1 بسي كومبلمنت. هو اللي مديني القصه ديت يعني، فبقول له انا ممكن اكتب له بما ان، بس عادي هكتبها بقى بما ان. هقول له اي 0 بيساوي، هقول له سي كومبلمنت، هو بيقول لي بقى انت عوض عن قيم الاي 0 بسي كومبلمنت. وبرضه بما ان الاي 1 بيساوي سي كومبلمنت على نفس المشهد، برضه بما ان الاي 2 بيساوي سي وبما ان الاي 3 بيساوي سي، فانا هعوض عن كل القيم بالحاجات اللي هو كان مديها يعني. يبقى اول ما اشوف اي 0 هعوض عنها، يبقى الحاجات الثابته معايا اي كومبلمنت بي كومبلمنت، لقيت اي 0 هعوض عنها بمين؟ بسي كومبلمنت. اجمع مع اي كومبلمنت بي، لقيت مين يا جماعه؟ لقيت اي 1 هعوض عنها بمين؟ هعوض عنها بسي كومبلمنت. جميل. هجمع مع مين؟ مع اي بي كومبلمنت، لقيت اي 2 هعوض عنها بمين؟ بسي. زائد اي بي هعوض عن اي 3 بمين يا جماعه؟ ب برضه بسي. ها من ايه، من خلال قرايتك للنص هتاخد الاي كومبلمنت سي كومبلمنت عشان ما اضيعش وقت الناس. يتبقى معاك بي كومبلمنت زائد بي او البي بار، هروح مع بعض لان قيمتهم واحد، زائد هتاخد من النص ده ايه سي، هيتبقى معاك مين؟ يتبقى معاك بي كومبلمنت زائد بي، هيروحوا مع بعض إيه طبعا ايه سي جميل. يتبقى معايا من القصه ديت ايه بار سي بار زائد ايه سي. طبعا نفي الاول نفي الثاني، اثبات الاول اثبات الثاني. ها اريجاتو كوزايما. ممتاز خالص. ايه اكس نور سي ده بالنسبه لي اول اكسبريشن، اول مالتيبلكسر. ندخل على المالتيبلكسر الثاني برضو ان ديبث عشان برضو حاسس ان الفيديو حجمه هيبقى طويل شويه. السوليوشن الثاني بيقصوا يا جماعه المديني في الاي 0 والاي 1 انا اكتبها من عندي انا المره دي، تمام. وادي الاي 2 وادي الاي 3. ممتاز. اربع احتمالات السي فيها الاثنين دول، ها متفقين. والاي 2 قيمته بواحد ده قيمه مطلق، ها والاي 3 قيمته بزيرو ده قيمه مطلقه، والاي والبي انا نفس الفكره بالظبط يا جماعه. اكتب الاكسبريشن انا هنقوله بقى بصراحه من المعادله اللي فاتت عشان مش هقعد كل شويه اكتبه، فانا هنقوله بصراحه. هجيب المعادله قدام مني وهنقول اهو، هنقول مين يا جماعه؟ انا بنقول السطر ده لان هو كده كده ثابت معايا في الاثنين. هو كده كده ثابت معايا في الاثنين. يبقى ايه كومبلمنت بي كومبلمنت اي 0 زائد ها ايه كومبلمنت بي اي 1 زائد ايه بي كومبلمنت اي 2 زائد ايه بي اي 3. ممتاز. بس انا كده خلصت. انا مش عايز، انا كده كده كان ممكن اطلعه من الجدول. عادي ممكن اطلعه من الجدول، انا متاكد ان انتوا هتطلعوه من الجدول. ايه اللي في القصه يا جماعه؟ هو بيقول لي يا جماعه خد بالك ان اي 0 بيساوي سي، وخد بالك ان اي 1 بيساوي سي، وخد بالك ان اي 2 بتساوي 1، وخد بالك ان اي 3 بتساوي 0. عوض يا باشا بشكل مباشر في المعادله المنطقيه بتاعتك. يبقى معاك ايه كومبلمنت بي كومبلمنت، لقيت اي 0، اي 0 بكام؟ بسي زي ما انت زائد. ها ايه كومبلمنت بي، لقيت كام؟ لقيت اي 1 بكام؟ بسي برضو زي ما انت زائد. ها ايه بي كومبلمنت، لقيت اي 2، اي 2 بكام؟ بواحد زي ما انت. اوكي هنضربها بقى المره دي عشان تبان. زائد ايه بي، لقيت اي 3 اللي هي كام؟ اي 3 في 0 اللي هي تضرب بقى في 0. طبعا المعادله دي هتروح منك، يبقى معاك ايه كومبلمنت بي كومبلمنت سي زائد ايه كومبلمنت بي سي زائد ايه بي كومبلمنت. من هنا بقى معاك ايه كومبلمنت مع السي، ممكن تاخد الايه كومبلمنت مع السي عشان يروح البي كومبلمنت مع البي، قيمتهم واحد زائد ايه بي كومبلمنت. يتبقى معاك من المعادله في النهايه ايه كومبلمنت سي زائد ايه بي كومبلمنت. ده عباره عن الاكسبريشن لوجيك سمبليفايد، ده عباره عن الاكسبريشن لوجيك ده اللي هو عايزه من المساله ديت. يا ريت ما نروحش بعيد، اللي جاي يا جماعه اعمق بالله. يا ريت نوقف الفيديو ونحاول نرجع الكلام ده عشان ما نتلخبطش في اللي جاي. شباب هنبتدي نعكس المسألة. هيبقى راس السؤال ايه بقى؟ implement the following boolean function using multiplexer. عايز يعمل implementation للفانكشنز اللي جايه ديت باستخدام المالتيبلكسر. يعني بدل ما يدي لك المالتيبلكسر وتقول لي ويقول لك هات لي امتى البوليان فانكشن اللي هي الاكسبريشن لوجيك، لوجيك اكسبريشن، يقول لك لا انا هدي لك اللوجيك اكسبريشن او هدي لك المين ترمات او ادي لك الماكس ترمات واقول لك انت اعمل لي منها المالتيبلكسر. فمعانا شويه امثله كده ان شاء الله باذن الله هنحاول نحلها علشان الصوره ان شاء الله باذن الله تبقى اوضح.
طيب اوكي، اول مثال معانا بصوا كده، بيقول لي الفانكشنز بتاعتي عندها 3 متغيرات A و B و C، بيديني من ترمات ما شاء الله من المنترمات، وعايز لازم يديني النوع المالتيبلكسر اللي انا هعمل امبلمنتيشن عليه، يعني انا هحول لكم في كام ايه المالتيبلكسر تبعي، فده لازم يكون موجود. طيب اوكي، بناء على عدد من انا هحل بخطوتين اتنين بس، هرسم جدول حقيقة، ومن جدول حقيقة هبتدي اعمل الامبلمنتيشن على طول. فبالله يا شباب نركز شوية في النقطة دي، بالله نركز شوية في النقطة دي، تمام. الجدول الحقيقي بتاعي على 3 متغيرات، ليه انا عندي A و B و C، وكمل جدول الحقيقي على 3 متغيرات عندي 8 احتمالات، وابتدي اسكن المتر ماب بتاعي، واحد زيرو طبعا، واحد اتنين تلاتة اربعة لأ خمسة ستة سبعة، سكنت منتر ماتي بك، ابتدي جاهز اني امثل. هو عايز ايه يا جماعة؟ عايزها ب 4 2 1 ماكستر، يبقى 4 عدد احتمالاتي اللي الكنترول اللي هم بيكونوا عبارة عن كام؟ فاكرين يا جماعة ان اس ايه بتساوي 2 اس ام. طيب إيه هنا كام؟ ان هنا اديني 4، يبقى 2 اس كام؟ اس 2، يبقى عدد الام بتاعي بيكون كام؟ بيكون 2، عشان كده انا كنت عامل ايه؟ كنت عامل 2 من تحت، تمام؟ ودولت 1 2 3 4، دولت الاربع انبوت، وديت الفانكشن الاف اللي هي ايه؟ اللي هي الفانكشن الاساسية اللي هو عبارة عن مين؟ اللي هو عبارة عن المخرج تبعي. اوكي جميل خالص. الميشن اللي جاية يا جماعة المهمة كتير كتير كتير، ان انت تبقى عارف انت هتمثل الاس زيرو والاس واحد دولت بايه، بحاجة من المتغيرات اللي اوريدي موجودة في الجدول عندك، يا تمثلهم بايه وبي، يا تمثلهم ببي وسي، يا تمثلهم بايه وسي، مثلهم زي ما انت عايز. المهم كل تمثيلة هيطلع حلها بشكل مختلف، وافضل انا اذا كنت انا بشكل شخصي افضل ان انت تمثلهم بحاجتين قريبين من بعض، يعني يكونوا جنب بعض، تمام. يعني ولنفرض مثلا انا همثل بايه وبي يا جماعة، تمام، يبقى الاثنين كنترول تبعي هيكونوا عبارة عن A و B، يبقى مين الباقي معايا؟ ها ببساطة كده اتبقى معايا السي. طيب اوكي جميل خالص، نركز كده ونشوف احنا هنحله ازاي. انا هغطي ايدي عن A و B دولت الكنترول تبعي، تمام، وابتدي ابص على الفانكشن والسي، انا شغال على 1 2 3 4 احتمالات، متفقين يا جماعة؟ اوكي ال 4 احتمالات. طيب شوف الاف والسي، هو انا في الجدول بتاعي لو انا كنت شغال على 4 ماك، المفروض اني افوت 2، افوت كل شويه ب2، ليه يا جماعه؟ لان بصوا ادي الاي والبي 0 0، الاي والبي 0 0 دولت اول 2، طيب الاي والبي 0 0 1 1 ها 1 1 0 0 ها 1 1 1 1، ده يديني مين؟ ده يديني اول 4، عشان كده انا هبتدي اجيب ورقه فاضيه واغطي، او ابتدي اجيب اي حاجه واغطي الجزء اللي انا مش هاخده، يعني ولنفرض مثلا انا هاخد اول 2، تمام؟ واغطي الباقي. بص كده بقى ايه العلاقه اللي بتجمع ما بين الاف وما بين السي؟ ها الاف بزيرو، السي بواحد، الاف بواحد، يبقى الاثنين كده زي بعض في اول منتر، يبقى ما فيش مشاكل، يبقى اول انبوت معاك الاف، الفانكشن بتاعتك بتساوي مين؟ بتساوي قيمة السي. جميل خالص، تمام. ننزل على الاثنين اللي تحت، تمام، ادي الاثنين اللي تحت، ونروح احنا مغطيين الاثنين اللي فوق. اوكي يا جماعة مغطي الاثنين اللي فوق بورقة تاني، ادي الاثنين اللي فوق مغطيهم، يبقى معايا الاثنين دول، انا هغطي ده، ها ديت انا عارفه السي وده الاف، ايه اللي حصل ما بين الاثنين يا جماعه؟ ها ديت واحد وديت واحد، كده كبر مخك كده، طالما كده جاي الناتج عباره عن واحد واحد، ما تبصش على المتغير، كده جاي الناتج عباره عن كام؟ الناتج عباره عن واحد، يبقى انا هكتب واحد في السي. ها الناس مركزه معايا؟ جميل، ها ماشي، ادي 1 2 3، 1 2 3 4، الاربعه اللي بعد منهم او الاثنين اللي بعد منهم هغطي دول، اتبقى معايا ايه؟ الناتج بيكون زيرو لما الطرف الثالث بيكون زيرو، الناتج بيكون واحد لما الطرف الثالث بيكون واحد، تبقى الناتج بيساوي الطرف الثالث اكزاكتلي، تمام يا جماعه، الناتج بيساوي الطرف الثالث، يبقى برضه ديت معايا بسي. جميل خالص، انزل عند ايه؟ عند اخر اثنين يا جماعه، ها
اخر اتنين اللي فيهم اخر اتنين الناتج عباره عن واحد واحد، يبقى انا مش هبص على الباقي لان الناتج هيكون عباره عن كام؟ الناتج هيكون عباره عن واحد. ده ببساطه اللي انا بعمله علشان احل المساله ديت. يا رب تكون الخطوات سهله وبسيطه، وان شاء الله باذن الله مع المسائل اللي جايه هتكون الامور هتوضح اكتر يعني ان شاء الله باذن الله. طيب ناخد الامبلمنتيشن الثانيه، ناخد المثال الثاني. المثال التاني على نفس الشاكله برضه مديني 3 متغيرات عشان ما نصعبش الامور وهنمشي زي الناس. انا مديني برضه 3 متغيرات، بيقول لي A و B و C، ومديني ماكس ترمات ونفس الفكره، وعايز برضه على 4 كوس 1 ماكس ترم. طيب جميل. المفروض اني انا عامل جدول حقيقه وعامل الامبلمنتيشن بتاعي وجاهز عادي. يعني انا ببتدي ايه، انا هعوض بس عن قيم الماكس ترمات. 0 ما عنديش، 1 ما عنديش، 2 عندي، 3 عندي، 4 ما عنديش، 5 عندي، 6 عندي، 7 ما عنديش. جميل. اوكي ادخل بعدين على الامبلمنتيشن وهبتدي بنفس الخطوات اللي انا كنت شغال فيها. يا جماعه ها هثبت مين ومين اللي انت عايزه، هتثبت مين ومين. انت عندك 2، انا هثبت الايه برضو مع البي. اوكي هثبت الايه مع البي، نبتدي وانا شغال على 4 احتمالاتي بيكونوا 8. ها 2 و2 جميل خالص. ابتدي اغطي واخد اول 2، انا ثبتت الاي والبي ككنترول، يبقى انا شغال على انبوت واحد بس. ها الفانكشن الناتج بيكون 0 لما ده بيكون 0، بيكون 0 لما ده بيكون 1، يبقى الناتج في كل الاحوال بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن 0، يبقى مش هبص على المتغير الثاني. ها اوكي ننزل على الاثنين اللي تحت منهم ونغطي الاثنين اللي احنا اخدنا. ها الناتج عباره عن 1 في الحالتين، عايز تبص على حاجه ثانيه؟ لا خلاص ما تبصش، الناتج عباره عن 1 في الحالتين. جميل ننزل على الاثنين اللي تحت منهم تمام، ونغطي الـ4 اللي احنا حليناهم. الناتج عباره عن 0 لما المتغير التالت بيكون 0، الناتج عباره عن 1 لما المتغير التالت يساوي بيكون 1، يبقى الناتج بيساوي المتغير التالت، يبقى الناتج بيساوي سي. جميل. بعدين ننزل على اخر 2، الناتج عباره عن 1 لما المتغير يكون 0، ده عباره عن 0 لما المتغير التالت يكون 1، يبقى الناتج عباره عن مين؟ اكزاكتلي يا شباب الكومبلمنت بتاع المتغير التالت اللي هو عباره عن سي كومبلمنت. بس يبقى انت كده حليت المساله، كده بيجيت المساله بتاعتك 0 1 سي وسي كومبلمنت. انت كده عملت امبلمنتيشن للماكس للمالتي بلكسر ده. جميل. ناخد المالتي بلكسر اللي بعد منه حاجه بس ايه على 4 متغيرات تمام. الامور هتبتدي تبقى اعمق شويه. مديني الفانكشن بتاعي على فاريبل 2 3 4، وبيقول لي بص ماكس ترماتك ما شاء الله انا عايزها على 8 ريز تو 1 ماكس ترم. على نفس الفكره بالظبط هشتغل على جدول حقيقه وامبلمنتيشن. اللي هيحصل معايا اني همثل نفس الفكره بالظبط، معايا 0 انا بمثل ماكس ترمات، لا بمثل من ترمات اهو عشان العلامه بتاعت المين ترم. يبقى 0 معايا 0، 1 ما عنديش، 2 عندي، 3 ما عنديش، 4 ما عنديش، 5 عندي، 6 ما عنديش، 7 ما عنديش، مديني 8، 8 معايا، 9 ما عنديش، 10 عندي، 11 لا، 12 لا، 13 لا، 14 لا، 15 لا. تمام كده انا كده مثلت القيم المين ترمات، وطبعا الماكس ترمات بحطها انا اوتوماتيك بكام؟ بحطها اوتوماتيك بصفار. طيب جميل. ايه اللي يحصل؟ هو عايز يمثل لي بماكس ترم 8، 8 ريز تو 1، و8 انا قلت ال 8 ديت يا جماعه بتساوي 2 اس 3، عشان كده عدد الام بتاعي بيكون عباره عن 3، فانا حطيت ادي ان 2 3 للكنترول يونت. الشاهد اني عايز امثل اس 0 والاس 1 والاس 2 دولت بقيم من الفاريبلز الموجوده في الجدول. فيفضل يا جماعه ان انا بقول اني اخد حاجه اخد حاجه جنب بعض، ويفضل من الاخر كده ان انت تاخد من ناحيه مين؟ من ناحيه الام اس بي. فاخد الاي والبي والسي ويتبقى معاك الطرف الثالث دي. متفقين يا جماعه؟ بالله ان ركزوا في القصه ديت تمام. اوكي انت عندك احتمال كم احتمال؟ 16 احتمال. متفقين؟ اوكي. وانت عندك كم انبوت؟ يبقى عندك 8 انبوت. يبقى انت هتسيب 2 ولا هتسيب كام؟ اكزاكتلي يا جماعه هنسيبه 2 تمام كده. زي ما احنا كنا بنعمله في المره اللي فاتت، احنا شغالين على 4 ريز تو 1 وكنا نسيبه 2. هنا بنفس الفكره بالظبط هنسيبه 2. طيب نبص كده هنشوف هنحلوها ازاي. يبقى انا طلعت بقى ال A والبي والسي وخليت معايا المتغير الثالث، خليت معايا الطرف الاخير. اوكي جميل. ناخده بقى اول 2 وداري انا بايدي ال A وال B وال C. يبقى معايا ان الفانكشن بتكون 1 لما الدي بيكون 0، الفانكشن بتكون 0 لما الدي بيكون 1، يبقى الفانكشن عباره عن ايه؟ الدي كومبلمنت المكمل بتاع الدي. جميل خالص. اوكي ننزل على الاثنين اللي تحت منهم ونغطي الاثنين اللي فوق منهم. الفانكشن عباره عن 1
لما بيكون ال variable 0 0 1 فيها هي هي دي كومبلمنت برضه. تمام اوكي جميل، نغطي ده وننزل على الاثنين اللي بعد منهم. ها 0 0 1 1 يبقى هي هي خلاص اوكي، يبقى متغير زي ما هو، يبقى ده يديني كام؟ ده يديني دي. اوكي ننزل على الاثنين اللي بعد منهم، الناتج يا جماعه في الاثنين اللي بعدهم، في الاثنين اللي بعدهم هو عباره عن 0 و0، الاثنين 0 يا جماعه، مش محتاج اني اكتب غير ان الطرف ده بيكون عباره عن كام، الطرف ده بيكون عباره عن 0. اوكي نغطي ده وننزل على الاثنين اللي بعد منهم. ها واحد لما ده 0 0، لما ده يبقى واحد يبقى ايه يا جماعه؟ اكزاكتلي ده عباره عن الكومبلمنت بتاعه، فبالتالي الناتج الانبوت ده بيكون عباره عن الدي كومبلمنت. جميل نغطي ده وننزل على الاثنين اللي بعد منهم. ها واحد زيرو زيرو واحد، ها دي كومبلمنت برضه ماشي، ده دي كومبلمنت. اوكي نغطي دولت وننزل على الاثنين اللي بعد منهم، الناتج في كل الاحوال يا جماعه عباره عن ايه؟ عباره عن زيرو، يبقى انا مش محتاج ادور على حاجه، انا هكتب زيرو على طول. نغطي ده وننزل على اخر اثنين يا جماعه، الناتج عباره عن واحد لما ده يكون زيرو زيرو، لما ده يكون واحد يبقى عباره عن مين؟ الناتج عباره عن الدي لما تكون ايه؟ لما تكون الدي كومبلمنت. وانا بكده بكون خلصت الجزء ده اللي هو ممكن يكون عميق شويه، بس ان شاء الله باذن الله سهل وما فيهوش مشاكل. فكده انا كتبت كل الانبوتس بتوعي وجاهز ان المساله تبقى كده ان شاء الله باذن الله اتحلت. انا هوقف الفيديو ومكملين ان شاء الله باذن الله. طيب انا متهيألي المثال ده والمثال اللي قبل منه الاثنين تقريبا كانوا موجودين في الكتاب على ما اظن، يعني مديني الفانكشن على 4 متغيرات ومديني بقى ماكس ترمات، مش مديني من ترمات، وقال لي انا عايزها على ماكس على مالتي بلكسر 8 ريز تو 1. فانا اشتغلت على 4 متغيرات، كملت الجدول بتاعي وهبتدي املى الماكس ترمات بتاعي بقيم الاصفار. تمام يبقى انا هملى ماكس ترمات، يبقى الزيرو مش معايا، الواحد مش معايا، الاثنين معايا، الثلاثه لا، 4 لا، 5 لا، 6 معايا، 7 لا، 8، 9، 10، 11 معايا، 12، 13، 14، 15 كلهم دولت قيم من ترمات، لان هو بيقول لي ان الماكس ترمات بتاعتك هي الاثنين وبتاع، فالقيم اللي هي هيكون فيها اصفار هم الثلاث قيم اللي هم مديهولك. بره الثلاث قيم ده هيكون عباره عن ايه؟ هيكون عباره عن من ترمات، انا عايزها في شكل مين؟ في شكل 8. فانا رحت اعمل امبلمنتيشن للجدول بتاعي، وانا عارف يا جماعه 8 اللي هي عباره عن ايه؟ 8 اللي هي عباره عن 2 اس 3، فايه الفاريبلز بتوعي او الكنترول فاريبلز بتوعي بيكونوا عباره عن مين؟ بيكونوا عباره عن الثلاثه دولت. فانا جهزت له الثلاثه وانا هاخدهم اوتوماتيك زي ما احنا متفقين، الاي مع البي مع السي، اخدت الاي مع البي والسي، وانا معايا 8 احتمالات وهنا معايا الجدول فيه 16، فانا همشي 2 و2 متفقين يا جماعه. اوكي هروح انا جايب كده البتاعه ديت واخد مين؟ الطرف اللي انا ما اخدتهوش مع مين؟ اداري الاي والبي والسي اللي هم الكنترول تبعي، وامسك في مين؟ وامسك في الدي والفانكشن. الفانكشن في الحالتين بتديني كام؟ الفانكشن في الحالتين يا جماعه بتديني واحد، فانا عباره عن ايه؟ عباره عن واحد. جميل انزل تحت منها باثنين، الفانكشن في الحالتين دولت يا جماعه عباره عن ايه؟ 0 0 0 1 1، يبقى الفانكشن بتاعتك عباره عن الدي، نفس الفكره. اوكي انزل تحت منهم، الفانكشن في الحالتين دولت عباره عن ايه يا جماعه؟ في الحالتين دولت عباره عن واحد. ممتاز انزل تحت منهم، الفانكشن في الحالتين دولت عباره عن ايه؟ عباره عن محاكاه تماما لقيمه الدي، فديت عباره عن دي. ننزل الحالتين اللي تحت منهم، ها كام؟ واحد يا جماعه. ممتاز في الحالتين اللي بعد منهم واحد زيرو زيرو واحد، يبقى مين؟ الكومبلمنت بتاع المتغير ده يبقى الدي كومبلمنت. ها ننزل الحالتين اللي بعد منهم، انا خلصت الاثنين دول، في الحالتين اللي بعدهم عباره عن ايه؟ عباره عن واحد واحد، يبقى واحد يا جماعه، مش محتاج اكتب. الحالتين اللي بعد منهم عبارة عن مين؟ واحد واحد، يبقى كام يا جماعة؟ يبقى عبارة عن واحد. كده انا ايه هو اللي انا عايز، اللي هو عايزه مني هو عايز الامبلمنتيشن ده، فعايزك تكتب قيم المعطيات الانبوتس ديت. فانت كده خلصت المسألة، وان شاء الله باذن الله الامور بسيطة. ناخد المثال اللي بعد منه على نفس المشهد، من باب ان يبقى عندك كمية من الامثلة، وتبقى ان شاء الله باذن الله لو جات لك حاجة يعني تعرف تحلها. يعني المرة دي مديني فانكشن على 4 متغيرات وعايز مني مالتي بلكسر على ايه؟ 4 ريز تو 1 مش 8 بقى. ها طيب اوكي مفيش مشاكل، انا ظبطت احتمالاتي على 4 احتمالات وجاهز اني املى من ترماتي. واحد انا زيرو طبعا مش معايا، واحد معايا، اتنين لا، تلاتة اربعة خمسة لا، ستة لا، سبعة لا، تمانية لا، تسعة، عشرة، 11، 11 معايا على ما اظن، 11 معايا،
11 معايا، 12 معايا، 13 معايا، 14 و15 برضه معايا. تمام اوكي. ابتدي بعدين هعمل نفس الكلام اللي انا كنت بعمله يا جماعه. هو عايز مني ايه؟ عايزني نمثلها على مالتي بلكسر. مالتي بلكسر كام؟ 4. يبقى 4 عدد ريز 2، ريز اس 2 يديني الام 2، فانا عندي متغيرين 2، فانت شوف انت هتاخد من ومين. ولنفرض انا هاخد يا جماعه الاي والبي، قلت خد من الام اس بي اسهل لك، تمام؟ فانا هداري الاي والبي. يبقى مشكلتي كلها في مين يا جماعه؟ مشكلتي كلها في مع السي والدي وطرف المعادله الاخير اللي هو الناتج اللي هو عباره عن فانكشن. طب اوكي ماشي، انا معايا كام احتمال كده؟ معايا 4 للمالتي بلكسر، وانا معايا كام احتمال في الفاريبلز بتوعي؟ عباره عن كام؟ عباره عن 16. 16 احتمال و4، يبقى انا همشي كام يا جماعه؟ همشي 4 4 4 4. متفقين؟ اوكي. فانا هبتدي اخد اول 4 مع بعض، والتاني 4 مع بعض، وتالت 4 مع بعض، واخر 4 مع بعض، كل واحده من دولت مع بعض. طيب اوكي، هروح انا عند اول 4 وداري بايدي الاي والبي، ومشكلتي كلها دلوقتي بقت مع مين؟ مشكلتي كلها في السي والدي والفانكشنز دي والفانكشن دي. طيب اوكي، بص بقى الفانكشن ديت عباره عن ايه؟ 0 1 1 1 ديت عباره عن ايه؟ ها بص كده، ها كأن السي ملغية تماما. ادي الفانكشن عبارة عن زيرو لما دي تبقى زيرو، الفانكشن نتيجتها واحد لما دي تبقى واحد، الفانكشن عبارة عن زيرو لما دي تبقى زيرو واحد. يبقى كأن السي مش موجودة، يبقى الفانكشن زاد بقيمة مين؟ بقيمة الدي. دولت اول 4، ممتاز خالص. ننزل على الاربعة التانيين. اوكي جميل. اللي انا بدأ بغطيه بايدي يا جماعة القيم اللي بره القيم بتاعت الاي والبي اللي انا اخدتهم ككنترول يونت، دولت انا بغطيها خالص. اوكي، معايا ايه في القصة ديت؟ معايا واحد والباقي كله زيرو زيرو زيرو. الشكل ده بيفكرك بمين؟ فاكر البوابة ديت؟ ها فاكر البوابة ديت ايا يكن، بوابة كانت بتعمل ايه؟ خلينا نقول بوابة ايه طيب، اللي هي كانت بتعكس القيم، كان اسمها ايه؟ اللي هي اساسا القيم ديت لو كانت عبارة عن واحد او زيرو واحد 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 كانت البوابة اور، فديت عبارة عن نور. ديت لما اعكس الاور تديني نور، نوت اور يعني، تمام؟ فالقيم الجدول ده او ده جدول حقيقة نور يا جماعة. فنبتدي الكلام ده عبارة عن نور، فسي زائد دي الكل كومبلمنت، ده له جدول حقيقة نور يعني، فالسي والدي مجموعين ومنفيين كلهم، تمام؟ اوكي، ننزل عند القيم اللي تحت منها. طيب اوكي، اللي تحت منها ديت بتفكرك بحاجة؟ ها صفر في صفر في صفر، صفر في واحد بواحد، واحد في صفر، ده جدول حقيقة مين يا جماعة؟ ده جدول حقيقة اند، فسي اند مع الدي. اوكي، العامل الأخير يا جماعة بسم الله ما شاء الله، واحد 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 واحد، مش عايز منك أي حاجة غير أنت بس تكتب واحد وكل سنة وأنت طيب، تمام كده؟ أنت بتبتدي تكون خلصت الإمبلمنتيشن بتاع المسألة، وكده إن شاء الله بإذن الله أنت تكون إيه أنهيت الحل بتاعك. ننزل على اكزامبل تاني، على مسألة تانية. بيقول لي بص بقى، مديني فانكشن، الفانكشن ديت كانت عبارة عن كده اي بي سي دي، ومديني ماكس، مديني من ترمات من واحد، ومديني عايز يمثل نفس المسألة ديت يا جماعة ب 16 مالتي بلكسر، وهي هي هنمثلها ب 8 مالتي بلكسر، وهي هي برضه شكلها هنمثلها بمين؟ ب 4 مالتي بلكسر. فناخد الاول تمثيلها على 16 مالتي بلكسر، معايا 16 احتمال، واجهز بس اني املى المنتر مات تبعي. طيب واحد معايا ماشي، واحد منتر، اتنين لا، تلاتة اه، اربعة اه، خمسة لا، ستة لا، سبعة اه، تمانية لا، تسعة لا، 10 لا، 11 لا، 12 اه، 13، 14 لا، 15 اه. كده انا مليت المنتر ماب بتاعي كده يا جماعة. هي على 16 مالتي بلكسر، فانت عندك كام احتمال؟ 4 احتمالات، هم زي ما هم بسم الله ما شاء الله. دي ايه مع بي مع سي مع دي، كل اللي انت محتاجه ان انت تكتب بس ان القيم بتاعك يعني ايه اللي انا عايز اقوله، ان ده عبارة عن واحد، ده زيرو، ده عبارة عن زيرو، ده عبارة عن واحد، فاهمني؟ القيم الزوري ده الزيرو ديت هتبقى هي الجراوند، هي الارض، هي اللي هتموت، فهنا القيم الواحد هي اللي هتبقى الفي سي سي اللي هتكمل معاك على اخر التيار. فالمالتي بلكسر ده سهل جدا يعني، مش مستاهل حاجة. النقطة التانية، طيب لو عايزين نمثله نفس المالتي بلكسر بس اكشولي على مين؟ على 8 ريز تو 1 ماكس، على 8 احتمالات يا جماعة. طبعا انا ايه المفروض اني كنت اكتب المنترمات بتاعي عشان هي هي طبعا، زيرو واحد زيرو واحد واحد، زيرو زيرو
واحد زيرو 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 واحد واحد زيرو واحد. انا مليت المنترمات تبعي وعايز اخليها على مالتي بلكسر 8 في 1. هاخد مين يا جماعه؟ هو المفروض انا اخد الاي مع البي مع السي كده كلهم مع بعض، ونبقى ان شاء الله باذن الله جاهزين ان احنا ايه نكتب المعادله. ان شاء الله باذن الله جاهزين نكتب المعادله. فهبتدي اعمل ايه بقى؟ يعني انا شغال على 8، يبقى هاخد مين؟ اخد اتنينات مع بعض كل اتنين مع بعض. اوكي، وداري بايدي مين؟ انا اخدت الاي مع البي مع السي كده، اديهم كلهم مع بعض ويبقى معايا الدي. طيب هنا عباره عن مين يا جماعه؟ الفانكشن ديت بتاعت مين؟ الزيرو، ها زيرو واحد واحد. الفانكشن ديت بتاعت مين؟ بتاعت الدي اتسلف. ممتاز. اللي تحت منها يا جماعه، ها زيرو زيرو واحد واحد، بتاعت مين؟ بتاعت الدي اتسلف برضه. جميل. اللي بعد منها واحد لما تكون دي زيرو، زيرو لما تكون دي واحد، يبقى دي بتاعت مين؟ الكومبلمنت بتاعت دي. اللي بعد منها يا جماعه، ها زيرو واحد، بتاعت الدي زيرو زيرو واحد واحد. ها اللي بعد منها يا جماعه، ها في كل في الحالتين عباره عن زيرو، يبقى هي اكشولي زيرو من غير ما تريح دماغك يعني. ها الحل اللي بعد منها في الحالتين دول عباره عن زيرو، يبقى هي اكشولي زيرو. اللي بعد منها عباره عن 2 1، يبقى هي واحد. الاثنين بعد منها زيرو، لما دي زيرو واحد، لما دي تبقى واحد، يبقى دي اكشولي معادله مين؟ اكزاكتلي معادله ال دي. كده بتبقى ايه الامبلمنتيشن بتاعك خلص. نفس الامبلمنتيشن على معادله، على نفس المعادله بس اكشولي هتكون على 4 ريز تو 4 ريز تو واحد مالتبلكسر. فانا هكتب المنتر مات تبعي زيرو واحد زيرو واحد واحد زيرو زيرو واحد زيرو اتنين تلاتة أربعة واحد واحد زيرو واحد. اوكي، ونكون ان شاء الله باذن الله جاهزين ان احنا نعملوها لها امبلمنتيشن. ايه هناخد، هنحدد بس الكنترول مع الايه مع البي، يبقى الاي والبي هم اللي هداريهم، ومعايا 4 من اصل كام؟ من اصل اي بي سي دي، من اصل من اصل 16 احتمال. فانا هشتغل على كام يا جماعه؟ هشتغل على 4 4 عشان اكمل الاربع من ترمات. فاول 4 اول 4 قيم مع بعض، 1 2 3 4، تاني 4 قيم مع بعض، تالت 4 قيم مع بعض، رابع 4 قيم مع بعض. وابتدي انا اداري بايدي القيمتين اللي انا اخدتهم. انا اخدت الاي مع البي، فانا اداري الاي مع البي، بقى معايا اني اكتشف العلاقه اللي ما بين السي والدي. ها ايه الشكل اللي ما بين السي والدي يا جماعه؟ ها زيرو لما تكون دي زيرو، واحد لما يكون دي واحد، زيرو لما يكون دي زيرو، واحد لما يكون دي واحد، يبقى الفانكشن بيساوي الدي وعامل اجنور تماما لقيم السي. زي الفل. القشطه اللي بعد منها، طيب بتكون عباره عن ايه؟ واحد زيرو زيرو واحد. ها متفقين يا جماعه؟ واحد واحد ديت معادله مين؟ ها الناس اللي مركزه، زيرو زيرو واحد واحد ديت معادله اكس اور اكس نور، اسف، او معادله الايكوفيلنت. فالسي ديت اكس نور مع مين؟ السي كده اكس نور مع الدي. اللي بعد منها بسم الله ما شاء الله 4 اصفار، مش محتاجه منك حاجه غير انت تكتب صفر وانت وساكت. اللي بعد منها ممكن تحتاج سن التركيز حبتين. ده بيقول لي ايه؟ انا هداري الاثنين دولت. وبص بقى في الفانكشن بتاعي عباره عن واحد واحد زيرو واحد. الله اكبر الله. ف الشاهد في المساله ديت انا عندي مشكله، ولا هم كلهم وحيد، ولا هم كلهم اصفار، ولا هم شكل معادله، ولا هم شكل بوابه، يعني فيها حاجه غريبه. فديت هترسب ان انت ترسم لها جيت. فهترسم لها جيت ازاي؟ هتحاول تركز معايا في نقطه. بص بقى يا معلم، 0 0 تديك 1، ديت كومبلمنت. ها احتمال مثلا 0 1 تديك 1، ديت ممكن ما تكونش كومبلمنت. 1 و0 ديت اكيد يقينا كومبلمنت، ديت ممكن ما تكونش فيها كومبلمنت. المهم المشكله كلها في الصفر ده. الصفر ده المفروض ان هو يكون 1، وعلشان يكون 1 المفروض ده يكون 0، فعلشان ده يكون 0 يبقى انا هخليه كومبلمنت. فهخلي انا يا جماعه هدخل سي كومبلمنت مع مين؟ مع المتغير الثاني اللي هو عباره عن الدي في بوابه اور. متفقين؟ طب لما لو دخلنا السي والدي في بوابه اور، بصوا بقى على شكل المعادله، ادي ده صفر. متفقين؟ لو اخدت الكومبلمنت بتاعه هو هيبقى عباره عن ايه؟ عن واحد. واحد اور مع اي حاجه يديني كام؟ واحد. كده شغاله؟ جميل. طيب ماشي ماشي اوكي، ننزل تحت واخد الكومبلمنت بتاع السي. انا واخد السي كومبلمنت، ايه اساسا كومبلمنت بتاعها بيجي واحد، مش مشكله طالما في واحد في الطرف الثاني يبقى في بوابه اور، كده كده هيطلع لي الناتج واحد، يبقى دي هتشتغل معاك. مش مشكله. الكومبلمنت بتاع السي هنا بكام؟ الكومبلمنت بتاع السي هنا بصفر. طيب هي السي قيمتها بكام؟ السي قيمتها بواحد، الكومبلمنت بتاعها يديني صفر، فصفر اور مع صفر يديني كام؟ يديني صفر، يبقى الناتج بتاعك صح. طيب هنا الكومبلمنت بتاع السي يبقى زيرو، ومعايا واحد كده كده في البوابه اور هيطلع بكام؟ هيطلع بواحد. يبقى كده انا عرفت اعمل امبلمنتيشن للنقطه، وبيجي المعادله بتاعتي عباره عن سي
كومبلمنت اند اورد مع دي في بوابة اور تبقى بيجت ايه سي كومبلمنت اور سي بار زائد دي. ده بالنسبة للمالتي بلكسر. انا طبعا مش هيكون في وقت نتكلم عن المالتي بلكسر، ربنا يسر وكده يتبقى معانا او نتبقى هنبتدي ان شاء الله باذن الله نحاول نتكلم عن الديكودر والانكودر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.